طيب رامي، شاركتوا كمان في يوم الحراك العالمي؟ شاركتوا ازاي واستفدتوا ايه من تواجدكم في يوم زي ده وشفتوا ايه؟ شاركنا انه في يوم الحراك العالمي كل الناس هتستعمل عجلة، هتتمشى، هتروح لجنينة، وهناك احنا عملنا ميكروفون مفتوح، فكل الناس جاية لهدف واحنا جايين لهدف تاني بس مع بعض هدف هدف اكبر. كويس وطيب يعني في العالم. فهي دي فكرتنا، ان احنا في مثلا يوم بتاع الالتهاب الرئوي ده، ده يوم 12 نوفمبر. اي فكرة بتساعد، انه اي حاجة بتساعد لحاجة احسن واحنا انتوا شغالين متواجدين فيها، معاها، انتوا انا عايزين معنا نخش. احنا مع اي حاجة بتحصل بالظبط كويسة. بالظبط، كويسة بالظبط. لانه لازم كلنا كده انه ماسكين ايدين بعض ونخش مع بعض ونزق بعض ان احنا نتحسن كبني ادمين وكمجتمع مجتمع. وكبلد وهالمجر. لقيتوا ايه اللي ناقصنا لما اتكلمتوا مع الناس ولما نزلتوا في اماكن هو ولما شفتوا ايه الحاجات، ايه اكتر حاجة لمستوها حسيت انه لازم يبقى عندنا كذا، لازم يبقى فيه كذا، لازم هنا يبقى فيه ايه؟ يعني شفتوا ايه وحسيتوا نفسكم في ايه في الاماكن اللي انتوا رحتوها؟ هو في كل حته اللي احنا رحناها لغايه دلوقتي بيبقى في حاجه كده، انه الواحد لا مش هطلع، لا لا مش هطلع، مش هطلع. ايه يا عم الناس الناس، خايفة ايه الناس المتخلفه اللي جايه تقول لي اطلع قول اللي انت عايزه في 5 دقائق؟ ايه الناس المتخلفه دي؟ فاحنا لما مثلا لو قارناهم كلهم، بحريه، منيا، اسكندريه، القاهره، كل الناس دي، حتى اللي مش عاجبه الفكره هيقعد لغايه الاخر ويسمع. فهي دي، هي دي حاجه بالنسبه لنا احنا، سلاح. انتوا في كل محافظة بتروحوها بتنزلوا في كل المناطق اللي موجودة في المحافظة ولا بتنزلوا مثلا اكتر في اماكن شعبية اكتر؟ يعني تختاروا المناطق على اساس ايه ولا بتحتكوا بمين؟ ايه الفئة اللي بتحتكوا بيها اكتر؟ بنحاول قد ما نقدر نحتك بكله. يعني كل الفئات. لما روحنا البحريه لفينا بعربيات وميكروفونات زي ما بيعملوا كده في الانتخابات، وقاعدين مشروع مريخ يوم كذا الساعه كذا في المنطقه الفلانيه، اي حد يجي، اي حد يجي قول اللي انت عايزه وعبر عن نفسك. وفي القاهره بنقعد فيسبوك، تويتر، بننزل للناس، نوزع فلايرز في الشارع. فمش رايحين مثلا للجامعه الامريكيه او جامعه القاهره او في القهاوي، هنروح وخلاص. احنا عايزين ناس، مش فارقه لنا مش منين، مش فارقه هو مين ده اللي احنا خالص. بنحاول نزق له، انه مش مشكله انت مين ولا جاي منين ولا بتعمل ايه في حياتك، ولا عندك قول. موهبه، مش فارق لنا ان عنده موهبه وعنده حاجه مهمه بس او هنا. طلع اللي جواك وقول اللي انت عايز تقوله وعبر عن كل حاجه. كل حد عنده حاجه جميله يديها لنا وكده يعني. لقيتوا حاجات مش جميله؟ حتى مش جميل جميل يعني، ان هو حد بيقول حاجه عارف الناس مش هتوافق عليها بس بيقولها برضو، دي تاخد ثقه وبتاخد شجاعه قويه قوي ان هو يطلع قدام ناس ما يعرفهاش يقول لو مؤمن بيه يعني. فده حاجه بنعتبرها برافو. ليه سميتوا المشروع او المبادره المريخ؟ ليه المريخ؟ دي في حد ذاتها تعبير عن النفس. هنسميه مشروع مريخ، و هنخلي المذيعة تقولها في الاخر التلفزيون مشروع مريخ، وهي حاجه يعني يعني هي شويه مضحكه بس في نفس يعني ايه معناها ايه؟ هي بتزق فكره التعبير عن النفس. مشروع مريخ، وهتبقى مؤسسه والناس هتنزل وتروح مشروع مريخ، وهتقول اللي جواها، وهو اسمه مشروع مريخ، وفي الشارع اسمه مشروع مريخ، وفي التلفزيون اسمه مشروع مريخ، ومتسجل في الحكومه مشروع مريخ. مريخ، انتوا دراستكم ايه؟ تسويق وفن. فنون جميلة ملهاش أي دعوة، وكل حد فينا حاجات ملهاش أي دعوة. أكيد مفيش حاجة ليها دعوة بالمريخ، بس يعني يعني إيه علاقة يعني، أنا بس عايزة أعرف دراستكم يعني أفكاركم. مش عارفة يعني، أنا حاسة إن إحنا كل حاجة بنعملها عايزين نحسنها في البلد وعايزين نخليها تتطور وتصلح حاجات كتيرة. فاللي إحنا بنعمله تعبير عن النفس ده بنحط أرض هتبقى صالحة لإن إحنا نخلي المجتمع ينمو بطريقة طبيعية أكتر. ده اللي معناه، والفن والمجتمع. يعني لو فكرنا فيها، الناس بيبقى عندها مشكلة إن هي تتكلم. فلو إحنا حطيناهم في بالونة كده، ما حدش هيتضايق منك، ما حدش هيقول لك اسكت، ما حدش هيشد الكوبس ويقفل الميكروفون، وزقيناه إن هو يطلع يقول اللي هو عنده، ما يكسفش، ويبقى عنده الجرأة والشجاعة إن هو يطلع يتكلم. فإحنا كده ونبعين نفرقع البالونة. فهو لما يطلع بره، ده هدفنا ان هو لما يطلع بره يكمل. احنا بنديله فرصه في مساحه، اللي بيتكلم في الميكروفون هو اللي قاعد، هو اللي مستمع. فبيحترموا بعض وبيحترموا اختلاف الافكار واختلاف الاراء واختلاف اذواق المزيكا والرقص كل ده. وبنزق انه يبقى هو ده العاده. هطلع بره في الشارع و ان في وجهات نظر كتير ولازم كلها نحترمها. برضه بيفهموا نفسهم يعني، هما بيطلعوا بيحاربوا الكسوف وكل الكلام ده وبيفهموا نفسهم يعني، بيعرفوا هما
متقبلين ايه ومش متقبلين ايه. يعني اما كل حد يفهم نفسه هيعرف هو المفروض يعمل ايه في الدنيا بدل ما هو يطلع دكتور مهندس لا 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 على حسب الاهل وعايزين يطلع ايه هو يطلع ايه, بيفهم هو عايز ايه وهيقدر يفيد البلد بطريقه اللي هو كويس فيها طبيعي طبيعي يعني. طيب انتوا الاثنين متهيألي دلوقتي معاكم ميكروفونات, وافتكر انه في ناس كتير جدا ممكن تبقى شايفاكم وسامعاكم مش بس سامعاكم. لو كل واحد فيكم اديتوا المايك, مش هقدر اديكم 5 دقايق بس هقدر ادي لكل واحد فيكم دقيقه مثلا يعبر عن نفسه, تقول ايه؟ كده على طول؟ اوكي كده على طول. انه هو اللي بيحصل فيا ده ممكن يحصل لاي حد. يعني اطلع وقول. يعني هي بتاخد وقت في الاول, ومساعات الناس ما تبقاش فاهمه فكره ان انا هطلع وفاهم حدش هيكلمني, ممكن اطلع اسيب في السياسه او اقول انا بحب حسني مبارك. انت ما انا بقول انت بتشرح لي الفكره اللي انت بتحاول تطبقها, انا عايزك دلوقتي تقول. ما هي دي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها, ممكن حد يطلع يشرح حاجه مالهاش اي دعوه. طيب قول بقى اشرح. اشرح انا بشرح اهو. انه ايه عايز تعبر عن ايه يعني؟ عبر انه العالم فيه بني ادمين. البني ادمين دي لو كلها طلعت وقالت اللي جواها وبس نهدى كده ونسمع بعض, هاخد الفكره الكويسه من عندك وهاخد الفكره الوحشه وههضمها ومع بعض هنوصل للنقطه الرمادي ان شاء الله يعني. تمام مالي. مش عارفه يعني انا هطلع اقول بحبك يا مامي. برافو برافو. اوكي ميرسي جدا, بشكركم. رامي بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده, مريم بشكرك على وجودك معانا النهارده. اتمنى ان المبادره بتاعتكم تبقى اكبر وتوصل لكل الناس وتحقق فعلا الهدف انه كل اللي في قلبه حاجه وكل اللي عايز يقول حاجه يقدر يعبر عنها بحريه من غير ما يخاف, من غير ما يتكسف, من غير ما يخاف انه يبقى في حد يهاجمه, من غير ما يقلق من اي حاجه. وافتكر انه مشروع جميل وان شاء الله تحققوا فيه كل نجاح. ميرسي مشاهدينا, نروح للفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا معاكم النهارده في نهارك سعيد. تابعونا.